الباب السادس والخمسون ومئة. باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.